بكل همة وعزم، ها هي زينب وزملاؤها مستعدون لبداية فصل جديد لاستكمال ما تبقى من السنة الدراسية. أنا مسرورة جدا جدا لأني عدت للمدرسة، وأود عندما أصبح كبيرة سأعمل في بروفيسور في الطب. حفظت لتقييم المكتسبات، وأيضا أنا مستعد لكي أقوم بامتحان تقييم المكتسبات. حاولنا منذ بداية السنة أن نعود لهم يعني النقائص الماضية، ونعود لهم المكتسبات التي لم يكونوا قد تمكنوا منها، والحمد لله بإذن الله قدرنا وتمكننا، وإن شاء الله يكونوا نتائج مشرفة مع نهاية السنة. تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة يلتحقون مجدداً بالمقاعد الدراسية بعد ضبط كل ضمانات النجاح المادية والبشرية والتنظيمية. راجعت دروسي وجدت كاع الدروس اللي خصوني في تروازيام تريمست باش نخدم خير من تريمست الإجازة، باش نبدا بداية جديدة موفقة إن شاء الله. بالنسبة لي كأستاذة حضرت الدروس اللي لازمة للفصل الثالث، ويعني بداية الحصة يعني شجعت التلاميذ على أنه الفصل الثالث فصل قصير ولازم يمدوا ما عليهم، ولازم يعني يديروا لي عليهم لأنه آخر فصل، وسما يعني نتائج لازم تكون مرضية ليهم ولوالديهم إن شاء الله. ويبقى على التلاميذ مضاعفة الجهود لاستدراك ما فاتهم من نتائج خلال هذا الفصل الأخير من الموسم الدراسي.